ما راح يشكر، راهم كاين مرضى مشتبه فيهم، مرضى مصابين، تحلوا بروح الوعي يا جماعه، حاولوا ما تخرجوش من الدار الا للضروره القصوى، تجنبوا اسباب المرض، وما تجيش للمستشفى الا لظرف قاهر. واللي يجي مع المستشفى يجي مريض واحد، راهم كاينين حالات مؤكده، حالات مشتبه فيهم. تفادوا اماكن الازدحام، النواقي، الحفلات، على الاقل في هذا الشهر باش ننقصوا من العدوى ونقصوا من انتقال المرض. حافظوا على ابائكم وامهاتكم من هذا المرض، اذا تفشى عندنا المرض يدير كارثه، اذا تفشى عندنا المرض يدير كارثه، اذا تفشى عندنا المرض يدير كارثه. خذ الامر على محمل الجديه يا جماعه.